يا رسول الله الواحد الله يرحمه من اجل الشرق على الصباح المزود من جاي الصوت زعما من جاي صبر وبر هذا ما يكون كان عند التهامي ما هو جايب هالبر على الصباح يصبح يسكر يا رسول الله الواحد يمشي لحيره قدره هذا يخير زين مع اشفر لا تنقل كثير يا ست وهم يا ست وهم يا ست وهم عجب الرجل مربخ الشاندة زعم يا ست وهم يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله أوفياء أوفياء لدماء الشهداء أوفياء أوفياء لدماء الشهداء يدك ربي يارك على الشهداء يا الشهداء اش تم اش صار اش بيه انتهت اللعبة اللعبة انتهت يا سيدي اللعبة يا ست وهم يركح اللعبة انتهت يا سنقار يا ديك ربي يا ست وهم يركح حنكلمك اوف يا عندك جيران راني طنت فيك يا رسول الله وعلى الصباح تصبح تسكر على الصباح على الصباح والرباع يا اخي نورمال انت في مخك ما شفت عليك راه انتهت قلت لك اللعبة انتهت صحيح انتهت اللعبة يا سنقار باش تحزمولهم تو تو مش تحزمولهم ونوريك الصحيح يا صحيح شكون تحزمولي يا ست وهم يا ست وهم يا راك ريشارشيه يهديك ربي يا رسول الله راه عندك بطاقة التفتيش وعندك ثلاثة قضايا مع الكيتا في التحرر وعندك النفقة وعندك البراكاج وين ماشي كان يطيحوك ريشارشيه نعم يبر عيط لهم قول لهم هاو هوني هاو التهامي هنا موجود عيط لهم كل جماعة كل عيط لها هنا موجود يعطيك الصحة يعطيك الصحة قالوا ريشارشيه من نهارك عادتك تشرب تولي عيرون هذا خير طلع يودي تو تزها بيك يهديك رب يهديك رب يبرها تزها ما وصلتكم الصبابه نعرفكم صباب خسار عليك والله لا تحشمها والله تعرف كان مش الدبوسه اللي كان مش مية المية والملح اللي بيناتنا والله راك شفت شو عملت فيه يا نقار افهمني يا نقار افهمني تو انت تتبهنس عليا ولا معناتها حاسب روحك ما سمعتش شو سمعت؟ شنو هو تو نقار؟ وني نسمع حاجه في الحفره نيتنا انت بوتك حاجه انت يتم ولا ما بالليل جمعة كامل اللي نفلح في المردوم من وين ما خرجتش تو جمعة كامل وتقول لي سمعت ندرجني وسمعت اش صار تم تحب تقول لي اللي انت ما سمعتش والله العظيم ما سمعت شيء من اخر سكرك المرة زي من وقتها ما خرجت من الدار اش تم اش صار ما سمعت حتى شيء عجبك انت وهمي اني نسمع وندرج على صاحبي اش تم حتى شيء ما سمعت ما والله العظيم ما سمعت هاي هاك حلفني بوالله ما انا سنقار نعلمك رسميا اللي انت النقار ريتا انت شبين شبين اش قالوا فيك اش قالوا فيك يا ودي ما قالوا فيك حاجه شنب انت وليت جاري والله دار فيك لحيت لها يا ست وهمي لحيت لها يا اخي حاجه جديده لما انا جيران تقعد تحدثني غنعدك لما انا جيران توصيل ربي مش صار قصدي معاش وليت جار التهامي وليت جار سي التهامي سي هاي هاك اللي تقولوا له ريشارشي ايه حتى المقام يعملوا ست وهمي عضو مجلس النواب انت عضو مجلس النواب اي نعم مش بيك تضحك مش عاجبك لا ظهر فيك لحيت لها الحق لحيت لها بالله ولا قصد فيك المرة هيك مش عاجبك ايش كان مش سويت لك صوتوا لك الريشارشي ولا صوتوا لك ولا السكرجية مش صوتوا لك يا سيدي انا لقيت الخير في السكرجية والزبراتة والريشارشي وصوتوا لي خير من اللي عاملين دور في روسهم انت الريشارشي وليت عضو غادي في البرلمان انا الريشارشي ريتني كان انا في المجلس النواب كلها ريشارشي بالله بالحق ممكنش تصدق يا اخي وشنو انت ماني مقدم روحي انا في قائمه مستقله في قائمه مستقله هي انا طلعت يا اخويا طلعت بالحق والله اخويا النهار السعيد يا اخويا يا اخويا النهار اي مبروك مبروك اخويا مبروك يا اخويا والله فرحتك من قلبي والله العظيم والله اول مره الحفره النيت تخرج كادر هاي اخويا قالوا هاي خرجت هاي خرجت سجل لا لا تقول ممنوع لا تقول ممنوع عليه ممنوع ممنوع تقول خلينا نحطوا هنا نفصل لك الوضع مش ندخل مش نفرح لك لا لا تقول مش تو يا النقار ما حبش تقول يا هروه
حطينا الفن، حطينا الفن. عجب يا ست وهاب، اسمعني يا ست وهاب، اسمعني قلمش. عجب يا ست وهاب، يا ست وهاب على راس الحصانة، على راس مجلس النواب. برا يا بابا. يا ودي راك ماشي للبرلمان ويعسوا عليك، سايب عليك ما حكيت النسيان، سايب عليك. وجورينا المرة اللي فاتت لاحظ عليك ما قلناش اخطانا من حكاية البنات. في أروض يا صديقة نظيفة، نظيفة نظيفة. وين تعرفت عليها؟ تعرفت عليها في حملة نظافة. في حملة النظافة ونظيفة. الله يبارك. هاي برا نشوفها، هاي نشوفها، نفحوا لك النوار والده. يا ودي انا اروح يهديك ربي وين داخل، قلت لك ممنوع الدخول. يفرح لك يا ست وهام، رانا خير. ممنوع يا سي النقار. ندخل ندخل نفرح لك بالحصانة، رانا فرحين بالحصانة. افرح الخوخ مرة أخرى، أما الدخول راه ممنوع. يا ودي خلنا ندخل داخل نفهموا الحكاية من أروى. لا 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 ممنوع الدخول، ممنوع عايشة خويا، الدخول ممنوع بالنسبة اليوم، الدخول ممنوع. يا ودي خلنا نشاركوكم في الحصانة يا رسول الله. لا الحصانة لي أنا وحدي، ما تشاركنيش في الحصانة. راني راني أول مرة الدوار هذا يخرج كادر البلاصة المشومة هذه. نحطك تفرح الخوف. والله يفرح لك يا شيخ ربي الخير. والله ما نار نار والله نار فرحان يا نروم قاسي علي راي يا مسكر في وجهي ان شاء الله ان شاء الله باش تاخذ يا مخلي القمرمك على راسك وراسي ان شاء الله باش تاخذ للمنطقه هذه باش تاخذها نار والله باش نركبوكم المية باش نركبو الضو باش نركبوكم بالله ونقص من الهمله براسي يا الدوار زاعر وشبابه مل يا سيدي فهموا هذه باش نتلاقوا بالدوار باش نتلاقوا ولدي تعد 10 سنين وبطال ما جاش من يخدم. سيدي تعنى عليه ولدك، بالنسبة لولدك جيب لي العشية الدوسي بتاعه. ايه جيب لي كعب اشراف. جيب لي كعب اشراف. خاطر باش يعطونا تصفقة، احنا كي ندخل من النواب يعطونا تصفقة على الحصان. جيب لي كعب اشراف وجيب لي الدوسي. احسن دوب ما نأدي اليمين ولدك أول حاجة. الله يفضل، الله يفضل. أنا معاك، راك تستاهل يكون خير، راك إنسان طيب، راك إنسان طيب، راه والله يفرح لك من قلب، المهم عاوننا، هاي برا خلنا نفرحوا الداخل، حنا غير قدام. لا لا نفرحوا أنا، تحب تفرح الخوخ؟ إيه أفرح لي هنا وغدوة، غدوة ممكن تو ندخلك. لا خلنا نفرح لك. يا أروى حطي لنا الفن عادي. حط يا أروى، حط 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 لنا شوية ربوح. حط يا أروى. برا هذاك كعكة برا. امشي لي هذا امشي لي. صوب 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 يا أروى حبس. سمش تليفون لحظة لحظة تليفون طو خاطر وليت مهم. تولي تليفوناتك ما نعرفش من الوالي. هذا تقريبا نمرو ليزي بتاع زين ليزي بتاع الهيئوس. الو لاباس. اي معكم النائب ستو هامي العرج. قول معكم العضو. هاي شنو شبيه كرسي؟ كيفاش تنحى كرسي؟ علاش تنحى كرسي؟ كرسي شكون تنحى يا سي؟ كيفاش نحيتوه كرسي؟ ثم قانون راه في البلاد. هاي ثم قانون مستعد انا راني نرفعها للمحكمه الاداريه. ثم قانون راه يا سي تهمي راك ريشارشيت تمشي للمحكمه برجليك. هاي مالا كيفاش نحيتوه كرسي؟ ما يتنحاش كرسي. هاي انا جبت 6700 صوت. هي شو نمشي نشكي. الو الو سم يا ست وهامي طيحت لي قلبي. صار سم يا ست وهامي سم راك طيحت لي قلبي يا اخي كسروك. رجب الكرسي ايش بيه الكرسي زاد تتكلم يا ست وهامي تو كنت تشطح راك. كرسي طيحولي. كرسي طيحولك. طيحوا كرسي وعطوه الحزب الرحمة. يا رسول الله لا شفقة لا رحمة، حق يكثروا لك الكرسي ليه؟ اش تعمل هذاك هو؟ اش تعمل ترى؟ حق 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 نسيت يا ست وهاب. والله شعره وننسى. اسمعني برسم ميمتك اكل 10000 وراني مكزوم. انت تو لاعب بال 10000 ناي تو لاعب يا ست وهاب. يا ست وهاب مش لاعب بال 10000 يا ست وهاب. ماشي شاكر يا ست وهاب. 10000 بتاعي راهو يعجبك. اش انت كنت تشرح معايا؟ نشطح معاك يعجبك تفتح مزية نشطح. الهب مالك 10000 خلصني. باهي يا تو يا دي شنو سايب عادي سايب لا لا ما تسايبش هات 10000 كي رجعوا لي كرسي ورجعوا لي الحصانه. ايه رجعوا لك الحصانه يا ودي عجبك تو يا سيدي كي رجعوا لك الحصانه رجع حالك ال 10000 خلص لي تو عجب والله اروى يا اروى. لحظه لحظه
قلت لي حاطك في المكتب، ركز على النص. عاود الصباب بتاعك. يا ست سينا يا سينا خسارة عليك والله لا تحشم. هاي انتو هامي مارس النقار سنه يا اروى. لا مش سوى مش سوى انت سوى بس صحة شربتكم ومرحبا بكم. كيما وعدناكم الحلقة اليوم بتاع تفريكا مش نرجعوا للمتصول الطالب رشدي اللي لبسناه كوش وسيسات، مش نرجعوا له معزة. اي نرجعوا له خاطر معناتها حلقة حلوة ومواقف حلوة، خاصة الأشقاء الجزيرية بالحق مربزين ياسر الجزيرية مش كيما على قد احنا خاوة يا اخويا، احنا خاوة يا ولدي على قد ما قلوبهم باهية اشقائنا الجزيرية على قد ما معز معز عندهم الحق. شنو واحد يمد له دينار والطالب يقول له هذا دينار مازال يقضي حاجة؟ اما اخويا معز رينا مواقف حلوة ورينا التونسي كيفاش معناتها ثم زاد ما نساوش التونسي للتونسي رحمة. انا خاصة فما واحد عجبني في موقف ما نجمش نحكي، ما تحرقش عاد ما تحرقش الحلقة، نشاهدوا مع بعضنا. ها تحويجه لله تحويجه لله، ها بري نوب عليك، ها تحويجه تحويجه لله نوب عليك، راكم تفرحوا على بكري نوب عليك. ها دينار دينار حكاية فارغة تو ما عادش ما عادش الطريفة زادت الطريفة زادت نتاع الطلبة دينار ما عادش تسوي حد شيء ما عادش تسوي حد شيء الناس يعطوا بالعشرة بالخمسطاش يا ذيك الكسيب جو ذيك الكسيب كيفاش ما عندكش فلوس؟ الحويجه لله لله الرب يا احباب رب لله الرب لله فهمت هاي ولدي يعني نوب عليك برا نمر شوف مد دينار يا شد شد علي ديناري ما تقضي شيء عاديني 20,000 غير ما قطعت شوية ولا حاجة اما دينار ما تقرأ ما كانش ما ديت هو حاب يعمل حاجه الربع معناها زيد هاي هو عمل وانت هاك ما عملتش ما عندي ولا كان شي عندي انا ما ديت كيفاش ما عندكش مال الدور هكاك قول لي دينار اش يجيب يجيب شحال الدور هكاك ما عندكش فلوس اخذ كيفاش يعطوا الناس ايه هو عنده ما عندك 10,000 انا مع الناس ما علاش كيفاش ما عندكش مثلا علاش غير ما تعيط فيه هو حب ربي يا انا حاب نعمل الخير ولا تعيط هو عمل الخير وانت هاك ما عملتش لا ما عنديش فلوس كيفاش ما عندكش مال اعطيه 5,000 كيفاش هو 500 وانا 500 شكون باش يعطيه دينار والسيد اللي محاتني بالبلاصه الكارير البلاصه الكارير هسه البلاصه اه واش البلاصه يعطيه دينار ها هو عندك يعمل الخير وانت ما تعملش الخير تو باش يعطيني وانت ايش دخل فهمت بوزين يا بوزين محليك محليك مبن مبن صراحة يا وليد باش قصها عمري ما ريت خاطر فريمو يعطي الصحة شاركت معنا في كاميرا خشية فم هاي 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 يزيدك يزيدك التونسي محليه محليه التونسي محليه هات حويج الربي هات هات حويج الربي هات حويج الربي ان شاء الله تنشحي بالبوكالوريا هات حويج الربي حويج الربي هات حويج الربي باري نوب عليك عايشة اه مازال ناقصين كيفاش هاو؟ ولا وحشة في التاكسي ناقصين تو مديتي 800
تعطوش معاه بمدينة ما يأخذ الناس التعت. وين بك عنده؟ وانت عندك يا دا ربي ينوب عليك، ينوب عليك عايش. هات ورجي الناس كيفاش تعت. عليها تعت ب 800 ها. أنا غالب ما عنديش. 800 ليه 800؟ كيفاش 800؟ تمر جاي نعطيك. كما زعما طريفة. طريفة؟ إي. طريفة التشوه، وتعرفي إيه؟ ينوب عليك، هاي ينوب عليك عايش. شوف اش مدت. أكثر من. ينوب عليك، أخذ اش مدت يا. شد فلوس. 800 لا لا شد فلوسك ما ناخذهمش، ثم طريفة. لا سامحني. شد 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 نتاعك. سامحني. شد نتاعك، شد نتاعك. ما تحبش يا خمس 800؟ الله يسامحني أنا وقفت سامحني. أنت وبنتك. ما عادش بيش المشكل. هو قال لي أنا نعطيك 800. بتجي فين ما تجي؟ بتجي كوش بتجي. هو قصدني أنا عندي ما ديتهم. شوية شوية أنا مطالبني أنت وليد شوية شوية أنا أنت مطالبني نشكي بيك للنقابة ما شاء الله نقابة متاع التشوه ولا أنا الشاري وحلفت هو صدفة على ما يقدر يحب مثلا نعطينا كيف كنتي هكا 20 دينار ينوب عليه ما عنديش شنو عندي نعطيك مش مازال تعمل هو قصدني انا ما تدوش ان شاء الله انت مكياج وكذا هذا انا قلت لك عاد كمل تقضيت ومروح 100 دينار هذا الشعر والماشي الواحد يعمل 100 دينار ما دات له 800 فرنك هاو نمشي على روحي مكتب. لا مش على حاجه فهمتي وراك تموتي وتخليهم بعد عمر طويل ودي انا عندي ما تتكش ولا بعد عمر طويل ما غيرك باعها بصراحه فهمت 800 شوي علي 800 مرة جاية تعطيك ولا 800 شوي علي مرة جاية وراس اختي اجي نقول لك حاجة بيناتنا 800 تنجمي تاخذي بهم حاجة نقضي مثلا يخبيهم حتى كعب ملاوي بجبل ملاوي مش ترجع ملاوي انا رجعت ملاوي 800 سامحني انا عطيتك اصلا وانا وقفت عليه لا 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 هاك انت وليت مطالب تو تعطيني 800 وتزيدي تستفزيني ما عجبكش شنو معناتها تستفزك 800 تستفزيني انت اللي قد باباك قد جدك يا عاد قد جد عاد ما تمدلوش صراحه صراحه هو راه وقف وقال لي اعطيني وقفك بالسيف هو قال لي اعطيني اللي انا ما ديتهم لوين اي هو وقفك بالسيف شدك بس سامحني انا مش فاهم علاش محامي 800 علاش انت محامي ولا مش فاهم حسيتها اهانه انا هذاك هو اللي عندي باش عملي مشكله اي حسيتها اهانه ما اهنتي انت وراس بنيتي اسمع اجي نقول لك وراس بنتي الغالي لا ما دورش وجهك هذه إهانة هو إهانة يا أخي أنت ما فهمتش أنت شوف أنت قداش عندك أنت شنو محمد تعمل مشكلة؟ إيه راجل كبير هو ولده يا أشبكش اه سامحيني اه باش نقول لك حاجه برا نقول لك ربي ينوب عليك ربي ينوب عليك في الكاميرا كاجين في رمضان كاميرا مخبرية هذا نحوج لله لله الرب حويجه لله لله الرب يا احباب ربي هاي حويجه لله تصور تصور لنا ولا قوم هاي ضحك من فمك معلم لا تاع قوم نتكلم فيك نتكلم فيك كنا حيز ولا قوم هات بتاخذ قوم هات بتاخذ قوم قوم يقوم نتكلم فيك شويه برا هزوا بالكروسه بتاعه 28 برا هزوا كل واحد يا معلم قاعد في الفرن هاي يقوم هاي يقوم لا هاي اكتب شريط كيفاش اكتب شريط كيفاش نزك راني كيفاش هيك بيتاخد عليك هاك لبس عليك هاك لبس عليك شو عندك معلم كلم الكهرباء اصبر 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 ليه طيب يوصل قبلك؟ ايش سوى لك؟ ها؟ شير ايش سوى لك يا معلم؟ ما نعرف شو سوى؟ انت اسكن انا كاميرا كاشي وانا وين يا رحمة الدين؟ انت اسكن باب وين بيتاك؟ وين هي بيتاك؟ وين بيتاكتك انت كيفاش وين مجموعة؟
جماعة وين هم؟ برا هذا 22 مكرر. أنا مشيت وجه أنا. كيفاش تخدم بيا؟ نخدم بيا؟ خاطيني نخدم بيا نخدم بيا. أنا خدم بيك. إيش بيك يا عم محمد؟ خدم في شكون؟ نخدم بيك أنا. باش يخدم فيه؟ انت قال لقيتك بكروسي قال له خدم فيه. يطلب فيه ويخلص فيه. هاي الكروسه برا مشي هاي هز كروسه برا مشي هاي هز كروسه برا مشي. شوف يا ذات خير. واحد تبيه وتقول لي تبيه. احنا معنا في الجنوبيه. معنا في الجنوبيه. أنا ربك شيء أنا ربك ما كنت في شارك في القناة. السلام عليكم. أنا كنت في لباس. الشرطة ما. كم بطاقة تعريف متاعك أنت زين؟ عادي بطاقة تعريف تونسي. تونسي كيا كم؟ بنعرف عليك تونس. هو مركب كوش. هذا مركب كوش ومركب كوش. هذا مركب 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 كوش. هذ